اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. شرور العالم ومتاعبه محوطانا من كل جانب، بس ايه موقف ربنا وازاي يتعامل مع الشر والتعب دوت؟ يسعدني ارحب بضيفتي مهندسه مارجو الجمل، اهلا بيك يا مارجو. اهلا بيك. العالم مليان بالاوجاع والناس اصبح محاط واصبح الانسان محاط بالمتاعب ومعرض للامراض. وفي حلقتنا النهارده عايزين نعرف ايه اللي يخلي الانسان فريسه سهله للمرض، وعايزين كمان نعرف موقف ربنا المؤثر في الأحداث دي. هل هو مشاهد فقط؟ هل هو فاعل؟ ولا نقدر نستنتج موقف مختلف مع المولود أعمى؟ مرجو، يعني المولود أعمى عاش طول عمره في ضلمة، ولما التلاميذ قابلوه مع الرب يسوع سألوا الرب يسوع يعني أهذا أخطأ أم أبواه علشان يتولد أعمى؟ أسفة، فإيه اللي غير الحال مع المولود أعمى بالسرعة ديت رغم أنه طول عمره كان عايش في عمى في ضلمة؟ تأكيد هي القصة دي غنية قوي، غنية قوي بمعاني كتيرة وبركات كتير. بس أحب في البداية أقول أنه الناس كتير تقولك يعني عشان تظهر أعمال الله فيه يبقى مثلا يعاني ويبقى أعمى. عايزة أقول أن الله لما خلق الإنسان كان خلقه على أحسن تكوين، يعني حتى آدم بعد السقوط عاش 900 سنة، لكن بعد الشر لما دخل في حياة الإنسان كأن بدأ العد التنازلي لحياة الإنسان لغاية ما وصل 120 سنة والأسف بيتناقص، وكأن الأرض بسبب أنها وضعت في الشرير ورئيس هذا العالم هو إبليس، وبسبب أمور كتيرة دخل بقى الضعف والشر والمرض والحاجات الصعبة قوي دي. لكن الله بيدخل بتحننات، بقدرة، بشفاء، بعمل معجزات. رب المجد يسوع لما كان على الأرض كان يقول يصنع خير، يعني ناس كتير، لأن الله فعلا غير مجرب بشروره، يعني غير مجرب وهو لا يجرب أحد. نفسي دي تبقى أساس علشان ما يجيش في وقت العدو الشرير كأنه بيخبطني في ربنا يقول لي ليه ربنا عمل معك كده. يعني أنا أرد عليه بإن أو اللي أنا أشوفه مع نفسي إنه آدم وحواء الرب لما خلقهم خلقهم يعني شيء مثالي جدا، كل شيء حسن جدا جدا وعظيم جدا على صورة الله، على صورة الله. بعد السقوط والخطية لما دخلت بقى للعالم ابتدى بقى كل حاجة كأنها بتقل 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 بتقل، لكن الله غير مجرب بالشرور، هو لا يجرب أحد، غير مجرب ولا يجرب أحد، لأن الله صالح قوي، كل جوده صلاح. هقول مثل كده يمكن بسيط قوي بس سعيد بنلاقيه كده في حياتنا. نلاقي مثلا حد يكون شويه انسان مش كويس وبيصلح كاوتش العربيه، يقول لك يرمي شويه مسامير عشان تبتدي ايه الناس تيجي في المكان ده وعلشان الناس تيجي له. ياما ناس بتقول الفكره دي بطريقه تانية، يعني ربنا بيسمح لي بالمرض عشان ارجع له، ربنا بيعمل لي. الله مش اللي بيعمل كده. لم تصبكم تجربه الا بشريه، يعني يا اما بسبب البشر، اختياراتي، شر اللي حواليا، ابليس اللي بيخدع وبيكذب، العالم وضع في الشرير. لكن الكتاب المقدس بيقول كده كل عطيه صالحه، كل موهبه تامه هي نازله من فوق. يعني كل حاجه نازله من فوق هي صالحه وتامه وعظيمه وغاليه وقادره انها تشفي وتنقل وتغير، لكن اي حاجه تانيه جايه من الحته التانيه. وليا النهارده ببساطة ان اكون في المدينة اللي كلها خير، كلها صلاح وكلها جود، اتنقل من المدينة اللي ممكن تكون مليانة شر هي رئيس هذا العالم، لان العالم وضع في الشرير، وقال رب انا عايزة اكون ابقى في المدينة بتاعتك، في المكان بتاعك. طب عايزة اسأل، يعني مثلا واحد زي المولود اعمى عاش طول عمره في ضلمة، اكيد كان بيتقابل بكلام كتير صعب زي التلاميذ قالوه، من اخطأ ده ولا ابواه، يعني الكلام كان متعب ليه، ازاي عرف ياخد خطوات كده مع الرب يسوع؟ الموقف عظيم قوي، لانه فعلا احنا بيبقى دايما عندنا في تفكيرنا يا ده يا ده، هذا اخطا ام ابواه، واكيد اللي حصل له ده بسبب الخطيه. رب المجد يسوع دخل بحاجه مختلفه تماما، قال لا، ولا هذا اخطا ولا ابواه، عشان يرفع عنه عار وتعيير وملامه ومذله عاش فيها سنين. فعلا حضرتك بتقولي عاش فعلا وقت بائس جدا من حياته، الناس كلها أصابع الاتهام، وده دايما العالم بيعمله، كل اللي بلاقيه ناس بتشاور عليا بأصابع الاتهام، بإدانة، وأكيد عمل جروح يعني كتير جواه متألم. عشان كده رب المجد يسوع جه أول حاجة قالها لا هذا أخطأ ولا أبواه. عشان كده دايما نفسي أقول لنفسي ولكل حد، دايما الله عنده اختيار تاني لا يخطر لي على بال،
دايما انا ببقى محصور يا كده يا كده، والعالم والناس والظروف اللي حواليا بتحطني في اختيار، والاتنين بيبقوا اسوأ من بعض، لكن الله دايما عنده حاجة تانية، حاجة جديدة تبقى فوق حتى المنطق بتاعي. يعني هو فعلا عاش صدى لرؤية الناس لي، يعني يريحني ان انا ما يعني ما افضلش محصور ليه انا كده. طبعا الله دايما عنده نظرة مختلفة ليا، بس للأسف انا بسيب نفسي لدنية الناس تحكم والدين وتلومني وابقى واقع تحت ده. لكن رب المجد يسوع اللي كان ليه كل حق الدينونة، هو الوحيد ليه حق الدينونة، ها لم يدينه، والجي كامل وقال عكس كل كلام الناس قالته، وده يقول لي ان انا بلاش تاني اعيش في دنيا الناس، دنيا البشر ودنيا الناس اللي حواليا. انا رفعت عيني اقول يا رب انت شايفني ازاي، انا في عينيك ايه، هلاقي فعلا واقع تاني رائع، وده اللي الشخص ده شافه. يعني انا بتخيل كده وهو رايح لما قال له روح اغتسل، طول ما هو ماشي بيقول رفع راسي، انا مرضي عني، انا مش غلطان، انا مش خاطي، انا مش بسبب خطيه ولا بسبب امور وحشه في حياتي حصل كده، لا انا مرفوع الراس. يعني كل شويه كانه مع كل خطوه راسه بتترفع لفوق، والمزال اللي كان عايش فيها كانها بتقع وبتنتهي من حياته. الشخص ده كانت ايده دافيه قوي، كان رايه فيا مختلف، ده مين ده، حاجه في كيانه ابتدت تتحرك، طول ما هو ماشي رايح يغتسل حاجه كده بتحصل، مش بس على مستوى المعجزه طبعا اللي حصلت على مستوى عينيه من بره، لكن حاجه في كيانه حصلت، وده اللي هنشوفه بعد كده، خلى كيانه. ودي اول حاجه رب المجد يسوع ان كانه بيديني انت مرضي عنك، الشعور بالرضا انا مرضي عني، لان في مبارك اسمه كانه شال عني خطيتي، يعني خد اللي ليا واعطاني اللي لي، اعطاني بره. فاول حاجه بشعر بيها مع فعل التبرير ده احساس بالرضا، انا مرضي عني، انا مرضي، الله راضي عني. الاحساس ده بيشيل عن انسان عبء رهيب من الاحساس بالمذله، واحساس بالذنب، واحساس بان انا مقصر، واحساس ان انا فاهمه حاجات ناس كتير ياما بتجيلها كوابيس واحلام وبتاع بسبب ان انا كان حاجه بتطردني من زمان، واحلام مزعجه لان عندي شعور بالذنب وعندي شعور بالتقصير وعملت خطيه زمان، وكان ربنا اكيد كل اللي بيحصل لي ده عقاب. بيجي الله يقول لا انت مرضي عنك، لان انا جيت خدت اللي ليك وعطيتك اللي ليا. ف يعني شيء كان رائع في بدايه التعامل ما بين رب المجد يسوع لما رفع راسه، ولان دايما الناس حتى التلاميذ اتزنقوا في نفس الفكره، يا ترى ده اخطا ولا ابواه، نفس الفكره، ما هو كلنا كاننا نفس الافكار بنكررها. جه رب المجد دخل المشهد وهو الكامل، وهو ليه كل حق الدينونه، قال حاجه مختلفه، انا جاي عشان اتمجد في حياته، جاي عشان أبارك حياته، جاي لأجل أعمال صالحة هظهرها في حياته. وكمان هنشوف بعد كده مش بس شاف عينيه، لأنه كمان عمل أعمال صالحة الراجل ده يسلك فيها ويعيش فيها، ويبقى الحياة مش مجرد بس المعجزة. يعني ياما ناس خدت من الله معجزات وحصل في حياتها معجزات وإنقاذ وحاجات، ويمكن كلنا نشهد ياما الله أعماله عظيمة أكيد في حياتنا، حاجات كتيرة قوي الله عملها في حياتنا، لكن حصلت في القشرة اللي بره، اسمحي لي أقول التعبير ده، قشرة اللي بره، يعني اتشفيت من مرض، أنقذني من حادثة، أنقذني من مرض فظيع، من موت، من حاجات كتيرة كل حد يشهد بيها. لكن في معجزة تدخل ما هو أكتر من كده، وتشفي جوه وتشفي الأعماق وتعمل حاجة جوه في الكيان من جوه. يمكن الكنيسة بتدبير حكيم خلت اللي هو المولود أعمى بعد اللي هو مريض بركة بتحاسدة المقعد. المقعد رب المجد يسوع راح وشاف المعاناة بتاعته، وفعلا هو شخص قاعد في المكان اللي متوقع فيه معجزة، يعني هو حد عنده أفكار إيجابية، هنا ممكن تحصل معجزة، بس مع كده حاجة جواه كيانه خليته في حفرة ضيقة من المرار والبؤس واليأس، مليش حد يرميني. رب المجد يسوع قال له أتريد أن تبرأ، بدل ما يقول له ايوه يا ريت يلا، مش كده؟ تلاحظي في فريقين من الناس دايما، في حد يقول يا رب يلا نعمتك خيرك عليا يا رب، انا مادد ايدي، انا بفتح قلبي ليك يا رب، تيجي وتعمل جديد في حياتي، يبقى ليا زمن جديد معاك. وحد تاني يقعد طول الوقت، ده فريق تاني للاسف بيبقى موجود، ليه انا بيجرى لي كده، ليه انا ظروفي كده، اشمعنى انا اللي اتولدت كده، مش وعايش في الحفره دي طول وقته. تيجي المعجزه تعبر عليه، ويمكن يتمتع بحاجه في المعجزه لسه جوه في الحفرة الضيقة الوحشة قوي دي، تذمر
وان الناس هي السبب، ليس احد يلقيني في البركه، الناس عملت فيا وانا ظروفي صعبه، وش معنى انا واعيش في الدايره دي وافقد كل فرصه ان انا اتمتع بحاجه جديده، افرح بحاجه جديده. الشخص المبارك ده اللي هو المولود اعمى، الاحساس بالرضا رفع راسه بسرعه، والاحساس بان انا مغفور، ما فيش اسم في حياتي. هو واضح ان المولود اعمى اخذ نقلات كتير بالزبط. زي ما قلتي في الاول، يعني انها بركات كتير كتير، واتحرك حركات يعني ايجابيه كتير طلعته بسرعه، ودي هنشوفها. ما احنا يعني النهارده عايزين بقى انه اي حد يعني لسه يعني هو طبعا كان عدى بظروف كانت صعبه طبعا. يعني ظروف الضلمه اللي عاش طبعا. فيها عمره طبعا. كله طبعا. كانت صعبه، واحنا مقدرين اي حد يعني قعد سنين طويله في تعب، بس النهارده معاد نكون بناخد النقلات دي مع أمين. المولود أعمى. أمين أمين، أشكرك على الكلمة دي، ناخد النقلات دي، لأنه أمين. أنا ممكن أبقى عايش في واقع مظلم وبائس وفعلا حقيقي، لكن دايما الله أكيد. بيفاجئنا أن يقدر يدخل في المشهد ويعمل حاجة تانية، هيغيره بقدرته العجيبة، بمعجزاته، بتعاملات، بتلامسات، بتغيير، بنور، براحة، بفرحة. كل واحد ليه حتة كده، بس أنا أفتح قلبي أقول يا رب أنا النهاردة نفسي أفتح قلبي وأتجاوب مع اللي أنت عايز. السماء عايزة تدخل ها لأرض مليانة شرور، مليانة تعب، مليانة أمراض، مليانة ظلم، مليانة حاجات كتير، عشان تعمل شيء جديد. السماء ليها موقف، والله ليه موقف، وده اللي ظهر في الحتة دي مع الشخص المولود أعمى. يعني قعد كان ماشي بيقول رد لي اعتباري، الشخص ده فرح قلبي، شخص يعني بدل احساس البؤس والتعب والالم ما انحصرش فيه، لكن فرح بالجديد، القلب ابتدى يبقى بالزبط. حاسس بالرضا بالظبط، ودي اول خطوه. تاني حاجه بقى، لما هو كمان لما طلع عينيه بالطين، دي حاجه هقولها بسرعه. الطين هنا كان في المعنى بتاعه في اصل اللغه بمعنى الخزف، وكانه اشاره بعد ما كنت اناء للهوان، الخزاف العظيم هيخليني اناء للكرامه والمجد. ودي حقيقه كانت اشاره بلغه التامل. يعني كان بمعنى الخزف، يعود ويصنعني وعاء اخر. امين، وتتغير الاحوال وتتبدل الاحوال. أمين. في ايد الاله المبارك العظيم ده. لو ده اتجاه قلبي هكتشف فعلا، هلاقي معجزات في حياتي. وكان فعلا زي ما قال قداس البابا، معجزات الله تنتظر الايمان ده، ان انا متوقع ان الاله ده يقدر يدخل حياتي ويعمل جديد كل يوم وفي كل فتره وفي كل وقت وفي كل سن وفي كل تحدي وفي كل ظروف صعبة. ممكن بمناسبة الظروف الصعبة يبقى في اقتصاد تاني، اقتصاد سماوي، الله يقدر يتدخل، وفعلا كوار الدقيق لا يفرغ، كوز الزيت لا ينقص، ونبتدي نختبر الله العظيم ده يدخل في حياتي ويعمل معجزات، يفتح أبواب. وازاي ابني اللي بقعد افكر ازاي هيتجوز في الظروف دي، ولا بنتي اللي مش عارفه اعمل معاه ايه، ولا الظروف، ولا هعمل ايه، ولا ظروفي، الاقي الله بيتدخل واكتشف ان في اله بيدخل بمعجزات. محتاجين العين تترفع على كده، وده معنى الخزف، معنى الطين يعني. وفي حد كان بيقول تأمل بسيط، الطين ساعات أنا الطين دايما في ملمسه وفي منظره حاجة مش جميلة، فإيه ببقى مش عاجبني، ساعات يبقى في حاجات في حياتي شكلها كده مش عاجبني، بس مع الوقت أكتشف دي بعد كده بركات ونعمة، وكانت حاجة حلوة، مش كانت حاجة سيئة زي ما بتبدو. دي بلغة التأمل. لكن أروع ما في هذا الشخص يقول الكتاب أتى بصير، وأنا نفسي أقول على المعنى ده، أتى بصير وسفير ومستنير، لأنه إن كانت حصل هنا على مستوى العين، العين المادية، لكن كمان حصلت بصيرة من جوه. وكلمة بصير هنا الكتاب المقدس يتكلم عنها في سفر التكوين، جت بنفس المعنى في اللغة الأصلية، لما كان فرعون بيبحث عن رجل بصير وحكيم، يوسف بالظبط، وكان نفس المعنى، بصير يعني حد عنده بصيره من جوه وحكمه وحسن تصرف وفطنه، حاجه كده، وكان الشخص ده خد المعاني دي، مش بس العينين البره لكن أيوة. جوه اصبح كمان بصير، لان قدر يقف قدام اليهود، رؤساء اليهود في الوقت ده اللي مستغربوا، دي كانت معجزة عجيبة، لأن ما كانش ليه عينين واتخلقت له عينين، فجابوه يستجوبوه، قدر يقف قدام العمالقة الجهابذة دولت العظماء في مجمع سنهدرين، رؤساء المجمع، ويكلم ويرد ويتكلم، وكأنه أول واحد يعرفنا عن إيه معنى الشهادة. الشهادة مش حد بيقول أنا عظيم، لكن حد آخر هو عظيم, عظيم. أنا كنت أعمى والآن أبصر. وابتدى حتى يقولوا له، يعني ابتدى يفند كلامهم، يعني هم ابتدوا كل شويه يضغطوا عليه في كلام، شهد
طب ده انت لسه يعني حالا المعجزة. في ناس كده اول ما تبتدي تختبر مع الله حياة وفرحة وقوة ونعمة تبتدي على طول تشهد عن الإله المبارك ده، ويبقى حياتها مليان شهادة عن إله عظيم، وتبتدي بقى الشهادة دي تأثر في ناس وتتنقل وتعمل مفاعيل. الشخص ده عارف ازاي انه يشهد بشهادة قوية، رغم ان الناس دي في يوم من الأيام كانوا بيدوله زي كأنهم بيساعدوه، كانوا بيستعطي لأنه كان يعني بيستعطي، كان عايش حياة فيها مزلة واحتياج بيستعطي، لكن قدر بجرأة يقف قصادهم. مش بقى لا انا واخد بالي وهعمل حساب الناس دي بتعمل وبتاع، لا هاخد بالي عملت معايا وهظبط في الكلام ومش هزعلهم عشان ما يزعلوش مني، لا لا لا، جرأة نعمة، شهد باللي حصل لدرجة عملوا له محاكمة تانية. في المحاكمة التانية قال حاجة عجيبة قوي، قال لهم، هو اللي كان متعجب، قال لهم لم نسمع منذ الظهر، لم يسمع لأحد فتح عيني أعمى، لأن قالوا له ده خاطي اليهود. شيء صعب قوي ان المبارك رب المبارك ده اللي كان بيصنع خير ويقول يصنع خير يقولوا عليه ده كان خاطي. قال لهم انا ما سمعتش منذ الظهر ان ممكن خاطي فتح عيني اعمى، كانه كان بيعلمه. وشاهد بعد كده قال ارى انه نبي. ده التدريج ده مبارك، اشكرك لان فتحنا في دي، لانه يعني كانه كان بيقول لهم ده اذا كان الخاطي فتح عيني اما البار يعمل ايه؟ كانهم كان يعني انتوا بتقولوا ايه؟ بيقولوا اي كلام بسبب الغيره، بسبب انه رافضين، بسبب الانسان وهو في حاله رفض بيقول كلام حتى باي عقل ما تفهمهوش ما تستوعبوش، لكن هو البصيره لما تتفتح من جوه كانه علمنا هذا الشخص ان لما البصيره تتفتح يبقى عنده ما هو اعظم من شفاء الجسد. يعني المعجزه بتاعته اخترقت القشره الخارجيه ودخلت وابتدى بقى يتكلم. حصل استنارة زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي في بداية الأمر لما سألوه، قال لهم إنسان يقال له يسوع. في الأول عرفوا مين؟ إنسان. إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني. يبقى أول حاجة إنسان، وبعدين ماذا تقول أنت عنه من حيث أنها فتح عينيك؟ فقال إنه نبي. ابتدى إيه؟ يعلى بمستوى الاستعلان، مستوى الاستنارة، لا ده نبي. فبعدين قالوا له انت تلميذ ذاك، يعني كأنه هو خلاص ده بقى السيد. طيب هو بعد كده كمل معهم، قال لهم منذ الظهر لم يسمع ان احد فتح عيني اعمى لو لم يكن هذا من الله. فعرف ان هذا الشخص منين؟ من الله. هو طول عمره كان اعمى، ما كانش يعرف حاجه، ما عندوش اي فهم لاي حاجه، لكن هذا الاستناره اللي الروح القدس يعملها جوه القلب، وتلاقي الانسان اتنقل من حاجه قليله قوي لحاجه عظيمه قوي. وبيكلم مين؟ رؤساء اليهود العظماء اللي فاكرين نفسهم هم اللي عارفين كل الناموس وعارفين كل الحقيقه. وبعدين يتدرج بقى اعظم، يقول لك اخرجوه خارجا بقى واضطهدوه، ويقول فوجده يسوع وقال لها اتؤمن بابن الله؟ اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لاؤمن به؟ فقال له يسوع قد رايت والذي يتكلم معك هو. فقال اؤمن يا سيد. امن بمين بقى؟ ان ده يسوع ابن الله. ده اعلى مستوى من الاستعلان المبارك. ده كله ده مع حد كان طول عمره اعمى في ضلمة، بائس في ضلمه، في ذل، في عدم فهم، في عدم حاجه، لكن جت استناره عملت ايه في القلب؟ دي معجزه اعظم. زي ما كنت بقول لحضرتك، ياما ناس خدت معجزه من بره وفضل القلب من جوه زي المقعد. المقعد ده وشى بالرب يسوع لليهود. ايوه. وراح وحتى الرب قال له حذره، قال له الا يكون لك اشر. فجوه ما تشافاش، صح قام ومشي على رجليه، بس جوه ما تشافاش. لكن الشخص العظيم ده يعني عايز يقول لنا فيه ما هو اعظم من المعجزه، تتفتح البصيره مش بس البصر. نال شفاء من الداخل ومن الخارج. بالتاكيد من الداخل ومن الخارج. وكمان قال لنا حاجه، ان الله عنده اعمال عظيمه هيخليني اسلك فيها، واستناره وبركه وخير، ويكبر بيا بسرعه ويتنقل معايا بسرعه. الله بيصنع كده. بنشوف ساعات في ناس في الكرة وكده بيبقوا فقراء جدا يمكن ماديا، لكن عظماء في الايمان، في الادراك، في الاعلان، في فهمهم عن الله، في ادراكهم. امين. هقول لحضرتك حاجه في نص دقيقه، انا عارفه الوقت وهختم. يعني واحده عجوزه كده راحوا شافوا بيتها، كانت فقيره جدا جدا جدا، فبيقولوا لها عايزه ايه ومحتاجه ايه؟ طلباتك ايه؟ قالت لهم مش عايزه غير ان يملاني بروحه. دي مين دي؟ دي واحده فقيره عجوزه؟ يعني كانت تقول عايزه كذا وكذا وكذا. طبعا. بس القلب من الاول طلب ايه؟ يملاني بروحه. وقعدت تقول لهم ترنيمه خطيه انك تهتم، وخطيه وتعول الهم، خطيه هي ترنيمه معروفه قديمه وحافظاها وابتدت
ايه الكيان ده؟ ده من جوه منور، ده من جوه بصيرة، ده حد بصير، ده حد فاهم الاحتياج العظيم ايه للقلب، مش شوية فلوس. عشان كده العوز الحقيقي فعلا كتاب المقدس الجميع، انا هختم مع حضرتك، جميع زاغوا وفسدوا اعوزهم مجد الله. انا لو هكتب الايه دي بطريقتي، معلش بلغه التامل كده، هقول الجميع زاغوا وفسدوا اعوزهم التوبه، اعوزهم التبرير، اعوزهم اي حاجه، خلاص الله، اي خلاص الله. لكن لما يقول اعوزهم مجد الله، كان حياتي انا محتاجه مجد الله، اعوزهم. أيوة. انا احتياجي ان مجد الله يجي لحياتي، وظهر في هذا الكيان الجميل المولود اعمى، ورانا ان مجد الله ممكن يجي ويعلى بيا وياخدني، بس انا افتح قلبي وافتح كياني. امين. عايزه اقول لربنا، عايزه ادي وقت معاك علشان رب كلمتك اللي بتفرحني وبتديني رجاء حي، وافتح قلبي ليها وادخل وتنور. وفي ايه بتقول نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرا نعرف الحق، يعني انت ليك انك تاخد البصيره دي لتعرف الحق. أمين. دي في انجي في رساله يوحنا الاولى. وعايزه اقول في الاخر، الله مش متفاجئ بخطيتي، لكن انا اللي هتفاجئ اللي في قلب الله اللي هو بيعمله انا معايا. نفسي انت اللي تتفاجئ اللي ايه اللي في قلب الله. أمين. وأدي له فرصة يعلن عن نفسه ويجي ويملاني، وأخد ميراثي الغني منه، وأعرف دايما أقول له اعمل معجزة من جوه قبله بره. أمين. هي دي اللي تسوى، وهي دي اللي ليها القيمة، وهي دي اللي ليها الثقل. أمين. أمين. بشكرك جدا يا مارجو، ونتقابل إن شاء الله في حلقة تانية. أمين. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيوفي. معانا دكتور مرقص فكري، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. استاذ وجدي رشدي، اهلا بك يا وجدي. اهلا بك. استاذ نشأت مكرم، اهلا بك يا نشأت. اهلا بك. النهارده كانت المهندسه مارجو بتتكلم على نقط فارقه قوي يعني بالنسبه لي في حياه المولود اعمى. انه اول حاجه انه كان شاعر بالرضا، او يعني بعد ما الرب لمسه قال له لهذا اخطا ولا ابواه، ابتدى يعني الإحساس بالرضا يعمل أمور جوه ويشفي حاجات في الداخل يمكن أسوأ عدى بيها سنين عمره كلها وهو في الضلمة، ومن كلام الناس بتقوله عليه يعني أكيد كان متعب، بس كان الرب يعني عرف يشفي بالكلام اللي قاله له. وبعد كده بقى ابتدى يبقى يشهد عن عمل الله في حياته، يعني لما اتشفى وأخد يعني شفاء من الرب على مستوى الداخل، عرف انه يكون بيشهد باللي الرب عمله معاه. طبعا ليه حق ان يشعر بحاله الرضا، لان هو طبعا يعني رب يسوع شال من على كتفه حمل كبير. ونير يعني كان على كتافه الاحساس بانه هو يعني الخطيه هي السبب، وكان السؤال يعني متداول. التلاميذ قالوه اخطا هذا ام ابواه، يعني كان فيه بالنسبه له كان احساس بالذنب. لكن عادة ربنا لما بيقابلنا أو نتقابل معاه، ده بيرحمنا وبيريحنا من الحمل التقيل ده. وبعد كده الشهادة العظيمة يعني دي اللي احنا عايزين نصلي بيها، احنا داخلين على وقت الصلاة. الشهادة العظيمة اللي هو بعد محاولة الفريسين التشكيك والهجوم وعدم، هم اللي ما كانوش يعني حاسين بعدم الرضا من الموقف، لكن هو أجاب ذاك وقال أخطأ هو لست أعلم، انما اعلم شيئا واحدا بس، ان كنت اعمى والان ابصر. يعني دي اللحظه الفارقه في حياته اللي ما حدش يقدر ينكرها ولا هو يقدر ينكرها، لانه عاش الفرق بين زمن ظلمه وزمن نور. فده وقت بالنسبه له فارق، ووقت موت الحياه، فهو شاهد الشهاده دي. انا ماليش دعوه انتوا بتقولوا مين عنه، بس هو طبعا بعد كده اتقابل مع رب المجد يسوع. كان مقابلة تانية. لكن احنا عايزين نصلي ليه النهارده الآية دي، كنت أعمى والآن أبصر. حتى قالها أيوب، سمع الأذن قد سمعت عنك والآن لقتك عيني. يعني هنا عايزين نربط الآيتين بكلمة الآن، ويكون ده الوقت المناسب أو الوقت الفارق لحياتنا النهارده. نتكلم عن المعجزة دي، شفاء عينين، بل خلق عينين جديدة، ونقلة من الظلمة للنور. هو ده ورب المجد يسوع حتى في نفس الإصحاح ده بيقول ما دمت في العالم فأنا نور العالم. وبعد كده هو كان بيتكلم برضو في نفس الإنجيل بتاع يوحنا، بيقول هذه هي الدانونة، إن النور قد جاء للعالم، وأحب الناس الظلمة أكتر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
يمكن اوقات احنا ما بنحبش نروح للنور عشان ما تظهرش ما تتكشفش اعمالنا، لكن النهارده احنا عايزين نروح بكل اللي فينا ويظهر للنور وتتفتح عينينا ونبصر، نبصر الحياه، نبصر من هو الرب، نبصر ما هي قدرته، نبصر ما هي محبته، نبصر ما هو صلاحه، نبصر ما هو فعله من اجلنا، وان هو غفر خطايانا وشال من عننا زي ما قلنا الحمل الكبير جدا جدا ده، يعني غفران الخطايا. فعشان تتفتح عينينا ونشوف اللي لينا عنده، فدي الوقت الفارق ودي اللحظه الفارقه، ودي كلمه الان كسمعت سمع الاذن سمعت عنك، والان قادرت رأتك عيناي ان كنت اعمى والان ابصر. امين امين. يكون أمين. اليوم يعني ده بيتم معانا ومع كثيرين. ان كنت اعمى والان ابصر. تفضل دكتور مرقص هنصلي. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. بنشكرك يا رب، بنشكرك لانك انت بتعرف دواخلنا، بنشكرك لانك لما شفيت هذا الاعمى يا رب شهد وقال كنت اعمى والان ابصر. الشهاده الحيه، الاختبار ما بين الظلمه والنور اعظمك، لانك بتدخل بتنير البصيره أكثر ما تنير العينين. بعظمك لأنه قال فعلا لم نرى من قبل أن خاطي يفتح أعين عميان. بعظمك لأنك إله حي، تقول فيكون تأمر فيصير. أنت إله العظيم اللي قالوا عنك من هو هذا الذي يأمر فيصير الذي يقول فيكون. يا رب افتح عينينا عشان نشوفك، افتح قلوبنا عشان تشهد لك، افتح كياننا عشان يكون راضي بكل ما تصنع في حياتنا. في اسم يسوع بارك الكل. امين 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 امين. إيه احنا هنبدا تلبات الصلاه، بس بفكر حضراتكم منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام اللي بتظهر، وكمان متواصلين على صفحه قناه الحريه على الفيسبوك. إيه تلبة صلاة من مجدي من السويس، كان عنده ارتفاع في ضغط الدم وسرعة في نبضات القلب، وأخذ علاج ودخل في اكتئاب وعلاج نفسي. طالب نصلي علشان يشعر بوجود الله ويكون بيتمتع بالعشرة مع ربنا. تفضل. امين. وهنتكلم عن النور النهاردة. أكتر حاجة بتنور العينين كلمة الله. أيوة. يعني دي الحاجة اللي بتساعدنا في الأزمات وفي الضيقات، كلمة ربنا اللي بتنور عينينا. يعني ساعات في الأوجاع وكده بنخش في حالة اكتئاب وتعب، لأن يمكن ربنا مش في المشهد. لكن عايز أختصر الكلام وأصلي لأخويا مجدي في مزمور 119، بيقول إياي انتظر الأشرار ليهلكوني بشهاداتك أفضل. يعني بشهاداتك أميز. فساعات في يعني العالم بشروره وإبليس بشكاياته وهجماته بيحاول يشككني في محبة الله، بيحاول يشككني في معيته في وقت التعب، وبيحاول يرمي جوايا أفكار مغلوطة عن ربنا. هو ربنا موجود وانت فين وربنا فين؟ أنا صليت وما استجابش، أنا صرخت وهو ربنا يعني هو فين ربنا؟ لكن كلمة الله وألهج بها وأراها ويقول كده أفطن، يعني أفهم، يعني أجاوب، حتى أعرف أجاوب على افتراءات العدو. وقال له كده تربص بي الأشرار ليهلكوني، يعني الهجمات اللي بتيجي من عدو الخير بكذا طريقة، بالتشكيك، بالحزن، بالاكتئاب، بالأفكار المغلوطة عن ربنا، وبشهاداتك أفطن. لكن إيه كلمة الله بتخليني أميز إيه اللي منه من ربنا ومن العدو. فأنا بنصح أخويا إنه كلمة الله تساعدك، تزيد إيمانك، تحميك من المخاوف، وتساعدك في اكتئابك، وكمان تكون سهم او سيف او سلاح تقدر تقاوم بيه هجمات العدو الشرير. ده كلنا محتاجين كده، مش بس اخونا مجدي. يعني فانا هصلي لاخويا مجدي النهارده. امين. الطريقه دي الطريقه الوحيده لتجنب هجمات الشرير. هي وتاثيرها هي كلمه الرب. ايوه. امين. مبارك اسمك ونشكرك. شكرا لك، لان الكتاب قال عنك كده كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا إلى العالم. مبارك اسمك. إن احنا كنا في الظلمة وظلال الموت،
وانت جيت اشرقت علينا وبارك اسمك لانك انت اللي جيت يا رب عشان تنير العينين وتنير القلب وتساعدنا في التوهان وتساعدنا في اوقات الظلمه الحالكه، واشكرك انك بتفتح اذاننا في اوقات الضيق عشان نسمعك وعينينا عشان تشوفك. في اسمك المبارك الان يا رب، كنت الان اعمى وكنت اعمى والان أفسد بسمع الأذن سمعت عنك والآن قد رأتك عني. أنا جاي بصلي لك من أجل ابنك مجد في اسم المسيح يسوع يا رب. الآن يا رب يختبر الاختبار ده يا رب، كنت أعمى والآن أبصر، يبصر حلاوتك ويبصر محبتك ويبصر يا رب قدرتك، ويبصر أيضا أنك أنت معاه ضد كل تعب وكل وضد كل اكتئاب وضد كل مرض. يبصر يا رب انك انت قريب للذين يطلبونك، وانك انت لست اله محتجب لكن انت اله موجود وتوجد الذين يطلبونك في اسم المسيح يسوع. انا بصلي لك لان في مشاكل كتير بتتحل يا رب، وازمات نفسيه كتيره بتتحل يا رب مجرد ان احنا نقابلك، ولما بندخل في عشره معاك ولما بنشوفك ولما بنطلبك ولما انت تحتضننا، كل حاجات كتير يا رب بتشفى ومشاكل كتير بتقع وازمات كتيره بنعديها واكتئابات واحزان كتيره بن 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 بنشفى منها لمجرد انك انت تنور عينينا، مجرد ان احنا نشوفك. فانا بسالك في اسم المسيح تنور عينين اخويا مجدي عشان يشوفك يا رب، وتكرمه بعشر حقيقيه معاك يا رب، ويكون في كل مرة يقعد معاك ويصلي لك يا رب تتفتح السماوات كده يا رب، وملايكة صاعدة وملايكة نازلة يا رب في اسمك المبارك، لا يشعر أبدا إن لوحده، وأي خبرات سلبية يا رب وأي اختبارات قبل كده يا رب صعبة يا رب في اسم المسيح يسوع ما يكونش إبليس بيوهمه يا رب بأفكار مغلوطة عنك، لأنك أنت صالح وللأبد رحمتك. في اسمك المبارك سلام لنفسه وراحة لنفسه، نعم يا رب، وشفاء كمان من الضغط وكل يا رب أثار اللي أثرت على قلبه وسرعه وضربات القلب. يا رب ابنك يختبر النهاردة نورك وقربك ومحبتك في اسم يسوع المسيح. أمين أمين أمين. إحنا إلهنا اللي بيحول كل شر إبليس بيرمي على حياتنا لخير. أمين. صلاة من أجل بنت الرب منى، عندها نزيف من 7 شهور، عملت أشعة الرحم وفي أورام ليفية، لكن مش واضح الدكاترة إن في ورم خبيث ولا لأ، الدكاترة مش عارفة يعني. لازم ياخدوا عينة عشان يبان، هتحتاج علاج هرموني للنزيف لكن هيسبب لها انتفاخات في الجسم، ده شيء مزعج ليها. نصلي ما يكونش في ورم خبيث ولأجل سلامها الداخلي. أمين. فضل بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا صاحب السلطان يا إله الكون الخالق الكل، يا من اختبرتك نازفة الدم وقالت بكل ثقة لو لمست ثوبه شفيت. يا رب أنا بحط أختي في إيديك، إديها هذا الإيمان يا رب أنك تستطيع أن توقف كل نزيف، وأنت تستطيع أن تعطيها اطمئنان من أجل كل اقتراحات بتقترحها الأطباء. أنت الصالح اللي مكتوب عنك كده يا رب، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يا رب أنت حطيت حياتك بدل عننا، أنت انتهرت وأخذت في جسدك كل ملينا وأعطيتنا كل مليك. أنت إله حي، أنت ترى بعينيك وتنظر وترى الوضع عند أختي شكله إيه، أنت تستطيع أن تفتح عيونها على الإيمان. يا رب يسوع ليس لنا سواك، إلى مين نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. يا رب نروح شرق ولا نروح غرب، نصعد للسماء ولا ننزل لقاع البحر، أينما سرنا فأنت توجد، أنت إله حي، أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. هو ذا السيد الرب بقوة يأتي، تأتي لتشفي، تأتي لتنير،
تأتي لتريح النفس بالرضا إن خطايانا كلها غفرت في جسدك، في دمك، في آلامك. أنت تستطيع أن تحمل كل ما فينا في جسدك كما حملته على الصليب. وإنت بتعلن قدامنا يا رب إن الباب مفتوح لهذا الإيمان الذي يفتح أبواب السماء. ادي أختي هذا الإيمان يا رب، إنك بلمسة كما لمستك السيدة نازفة الدم فبرئت في الحال. في اسم يسوع نحن نطلب ونثق يا رب إنك بتسمع وتستجيب ولا تتأخر أبدا. نعم يا رب. ولا تتأخر أبدا. أنت حي، أنت حي وتستطيع كل شيء. في اسم يسوع بحط أختي في إيديك، وأنت تستطيع أن تنهي كل الأمور وتدي كل الرضا من عندك وتدي كل الإيمان الذي تثق به فيك، فأنت تستطيع ولا يعسر عليك أمر. في اسم يسوع بنطلب ونثق يا رب إنك تستجيب. آمين. أمين أمين يا رئيس الإيمان ومكمله. نطلب إيمان يا رب يكون بيرضيك، لأنه معجزات الله تنتظر إيماننا. بنت الرب طالبة صلاة لابنها لأنه تعبان جدا نفسيا بسبب ظروف الشغل والأمور المادية، دايما مكتئب وقفل على نفسه. هي تعبانة عشانه ومش قادرة تشوفه في الحالة ديت. عندها وعود من الرب وعندها ثقة في قوة الصلاة اللي بتغير الواقع. أخونا صفوت هيشاركنا الصلاة. تفضل يا صفوت. الأب والابن روح واحد أمين. يا أبونا السماوي العظيم، بنضع بين إيديك ابنك يا رب. أنت قادر تمد إيدك الشافية المحيية لي، قادر يا رب بروحك العظيم القدوس ترفع كل ضغوط نفسية عليه. يا رب أنت تدبر أموره وتدبر احتياجاته. يا رب أنت تستلم موضوع الشغل والضغوط المادية، أنت ترفع عنه كل عبء وكل حمل. أشكرك لأن ابنك يا رب مش مصمم ولا إحنا مصممين علشان نشيل أحمال فوق كتفنا، لكن يا رب أنت قلت ألقي على الرب همك فهو يعولك. ابنك يكون بيرمي أحمال وحموله كلها عليك يا رب، كل هموم، كل حمول، كل اهتمامات يا رب، الشغل والمستلزمات يا رب، الارتباط والدنيا المادية الكبيرة. احنا يا رب التحديات كبيرة، لكن جايين بنلقي كل الامور دي عليك انت وحدك. يا رب بنصلي من اجل روحك العظيم القدوس يرسل لي موجات من التعزية وموجات من الشفاء وموجات من السلام وموجات من الفرح الغير مسبب يا رب بالروح القدس. انا بسأل يا رب من اجل ان ابنك يا رب يكون بيمسك فيك وبيرجع ليك بكل قوته، ويكون روحك العظيم بيرسل لي تعزيات تفرح قلبه. يا رب انت قادر تستجيب لصلوات والدته، وكل وعود هي خدتها لابنها تكون بتتحقق في اسمك بقوة دمك وعلامة صليبك المحيي. كل روح حزن بيترمى عليه، كل روح اكتئاب بيترمى عليه يتكسر، وابنك ينحل منه بقوة اسمك العظيم. بنرفع طلباتنا في اسمك بشفاعة العذراء مريم والملاك ميخائيل رئيس جند الرب وكل السمائيين لكل مجد وكرامة. آمين أمين. الوعود اللي أخدتيها دي السهام اللي تكوني كل ما بتحزني ولا تكتئبي ولا تتعبي تكوني بتشهريها في وجه العدو، وهتعبري بابنك، هتأتي بابنك حي، هيخرج من الضيقة اللي هو فيها، والرب هيكون بيفرح قلبك وقلبه. ممكن نتعذب بترنيمة وجدي؟ أمين. أقول له وسط الوادي، وسط كل الظروف الصعبة، أنت رعية، ردي بيا ردي بيا ردي بيا وحن عليا. مبارك اسمك يا سيد. ردي بيا وحن عليا وخلصني من العبودية، وجعلنا انا وفتح لي الباب بيدي، وجعلنا انا ابني ليه وفتح لي الباب بيدي. وسط الوادي هو رعيا، هو الفادي الغالي عليا. وسط الوادي
تشفي سقامي، كلمة منك. طب هشوف الكلمة دي هتوصل لي ازاي؟ عن طريق الكتاب المقدس. كلمة الله حياة، كلمة الله فيها حياة، فيها شفاء، فيها كل ما نحتاجه. أمين. يكون كده كلمة الله قريبة جدا مننا في كل وقت. تلبت صالة من أجل زوج وزوجة بينهم خلافات كبيرة، والزوجة سابت البيت وراحت عند أهلها. والدها رافض تماما إنها ترجع تاني بيت جوزها أو إنه حتى يشوف الولاد. بنطلب تدخل إلهي من أجل الخلافات، من أجل حل الخلافات. تفضل يا مرس. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب يسوع، بنشكرك لأن الاثنين لما ارتبطوا ارتبطوا بروحك. لكن يا رب احنا بنحط المشكلات اللي بيرميها إبليس بين الزوج والزوجة في البيوت، اللي غرضه انه يخرب البيوت، لكن انت صالح يا رب. خلينا نبص ليك يا رب، وازاي كنت بتسلك واحنا نسلك زيك. انت رسمت لينا طريق نمشي فيه، ورسمت لينا حياة نحياها في بيوتنا. يا رب يسوع، بحط هذه الأسرة في ايديك، بنتهر عدو الخير اللي دخل بين الزوج والزوجة. يا رب انت تستطيع كل شيء، تستطيع ان تنهي كل خلاف. اديهم يا رب نعمة من عندك، تدخل إلهي من السماء لحل الخلافات بينهم. أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. بنحط الأسرة دي في إيديك يا رب، وأنت القادر أنك تظهر ذاتك لما يجي العدو ويهجم. لما كان شعبك في القديم بيعبروا البحر، البحر كان أمامهم والعدو خلفهم،
وقالوا الموتى لموسى أليست هناك قبور؟ جايبنا نموت في البرية. قلت لهم قفوا وانظروا خلاص الله، قفوا وانظروا خلاص الله، الله يدافع عنكم وأنتم صامتون. تدخل بتداخلاتك اللي عقلنا ما يقدرش يحدها، لأنك أنت غير محدود، أنت عندك حلول، عندك حلول كتيرة، مش واقف على الشخص يتدخل بين زوج وزوجة. أنت تستطيع أن تخترق الموقف يا رب، وتستطيع أن تحل وتشفي، لأن عندك في الموت مخارج، ليك سلطان، سلطانك غير محدود، أفكارنا ما تقدرش تحد أفكارك. أنت صالح، أنت صالح، أنت صالح، وإلى الأبد رحمتك. تستطيع أن تتدخل وتحل بين الزوج والزوجة، ليك كل مجد يا رب. اسمع واستجيب وتدخل بطريقتك أنت، مش بأفكارنا إحنا. أنت عندك للموت مخارج، للموت مخارج، أنت غير محدود وحلولك كتيرة. افتح عينينا على هذه الحلول، وافتح عين هذه الأسرة يا رب، وطيب قلب الأب اللي مش عايز يخلي بنته ترجع بيتها. أنت تستطيع أن تضع المحبة يا رب، وتشري بمحبتك في قلوبهم وفي حياتهم وفي كيانهم، تغير تغير ويصير كل شيء في إرادتك، ويخزى الشيطان، ويخزى الشيطان بكل ما يفعل في البيوت. أنت تستطيع كل شيء، ولك كل مجد. أمين أمين أمين. تتكسر رجل إبليس من بيوتنا في اسم يسوع. محتاجين صلاة من أجل حنان، عندها كانسر في المخ وانتشر في العمود الفقري والعظام. الرب يسند زوجها وأولادها. تفضل يا نشأل. من كتاب المقدس يقول: أما أنا فعليك توكلت يا رب. نعم. قلت: إلهي أنت، في يدك أجالي. نجيني من يد أعدائي من الذين يطردونني. أضيق بوجهك على عبدك، خلصني برحمتك. ده اللي احنا يعني الكلام اللي هنصلي به لأختنا حنان. في يدك أجالي، أضيق بوجهك على عبدك، خلصني برحمتك. شكرك. قلوبنا مليانة بالثقة أنك أنت موجود وحاضر، وأنك أنت النهاردة بتسمع لينا. مبارك اسمك. شكرك لكل أنات شعبك، لكل أتعابهم وأوجاعهم. نعم، لكل الأمور والأزمات اللي بيمر فيها أنت وجدت شديدا، مكتوب عنك بوضوح في الضيقات وجدت شديدا. شكرا النهاردة وأنت بتنور العالم، بتنور العينين، بتنور القلوب. أنا جاي بصلي لك من أجل كلمتك اللي بتقول: أضيق بوجعك على عبدك، خلصني برحمتك. يا رب أضيق بوجعك على بنتك حنان. نورك يا رب، وحضورك يا رب، ورفقتك يا سيدنا الرب، وتعزياتك يا رب، ويدك القديرة الشديدة اللي بتوجد في الأوقات الصعبة. نعم يا رب، في اسم المسيح يسوع، وإحنا في ظل الموت وماشيين في وادي ظل الموت، أنت معانا، عصاك وعكازك هم عزيزي. يعني في اسم المسيح يسوع أنا بسأل النهاردة من أجل النور يأتي على بنتك. نعم، زي ما مكتوب: لا يكون ظلام، لا يكون ظلام، لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. في اسم المسيح بل تأتي إليها بنورك وبسلامك وبحياة جديدة من عندك. نعم، بنقول لك ونأكد عليك أنه في يدك أنت وحدك أجلها. لا المرض ولا الطب ولا الدكاترة ولا أي شيء، لكن في يدك أنت أجلها. أضئ بنور وجهك على بنتك، خلصها برحمتك في اسم يسوع المسيح. يا رب انقذها من يد الذين يطردونها. في اسمك المبارك بنصلي لك زي ما قال لك عبدك: لا تسلم للوحش نفسي أمامتك، قطيع بأسيك لا تنسى إلى الظهر.
يا سيدنا الرب، نطلب موجات شفاء، نطلب موجات سلام يا رب، نطلب نور ياتي على بنتك، على قلبها، على وقتها، على نفسيتها، نور ياتي يطرد كل ظلمه وحزن وياس واكتئاب. انت اللي مكتوب عنك النور الحقيقي الذي اتى لينير كل انسان اتى الى العالم. نعم تعالى نير بنتك حنان، نور القلب، اطرد الظلمة، اطرد الاحزان، اطرد المخاوف، كل ما هو للعدو الشرير اطرده بسلطانك وبسلطان النور الحقيقي اللي فيك يا سيدنا الرب، تحملها يا رب. نعم زي ما قال لك عبدك، فدى نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياتي النور. مبارك اسمك، ترى بنتك النور وترى حياتها النور وترى يا رب ويرى قلبها الثقة والاتكال عليك انه في يدك وحدك اجلها. مبارك اسمك من أجل عملك العظيم، من أجل المعونة الخاصة، من أجل النعمة الخاصة لبنتك في وقت ألمها، لأجل يا رب التعاملات الخاصة، لأجل الحضور العظيم اللي يأتي عليها كل ما تطلبها، كل ما تتوجع، كل ما تتألم، كل ما تصرخ لك، يكون حضور خاص ونعمة خاصة ونور خاص يا رب يملأ عينيها وقلبها ويملأ حياتها بالسلام. كل الكرامة والمجد ليك يا رب. أمين أمين أمين. والنور كده يكون بيطرد الظلمة اللي في البيت، حتى يعني زوجها وأولادها يروا النور ويفرحوا ويتلذذوا بتعزيات الرب اللي هتكون بتغمر حياتهم هم كلهم. أمين. ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم. محتاج صلاة من أجل أن الرب يسوع يصنع معجزة التغيير في حياتي، يلمس قلبي ويعين عدم إيماني ويغير حياة أبويا وأمي وأخويا ويدخل حياتهم بالفرح والسلام والمحبة. أختنا نبين هتشاركنا الصلاة، تفضل يا نبين. بسم الآب والابن الروح القدس إله واحد أمين. أشكرك يا رب لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، أنت صانع معجزات في كل يوم. أشكرك يا رب من أجل الطلبة اللي في قلب ابنك، أصلي من أجل أنك ترفع إيمانه بقوة أنك أنت عايز تغيره، أنت تيجي تلمس وترد كل القلب ليك. أشكرك من أجل الأب والأم والأخ، أشكرك لأن العيلة دي غالية يا رب على قلبك. أنت هدفك يوم ما جيت للأرض أنك تصنع خلاص لكل نفس تطلبك، أنت عايز كل واحد منهم يكون ليه مكان في السماء، في مكان الراحة في الحياة الأبدية، وعايز تملى القلوب يا رب بالفرح وبالسلام وبالحب. ده دي غايتك وده هدفك، انت تحملت كل الألام على الصليب من أجل كده. بارك أخويا وبارك عيلته، أشكرك يا رب إنك تيجي كده تملك على قلبهم، لأن وجودك في الحياة وجودك في قلوبهم يملى قلوبهم كده فرح وسلام وحب. أشكرك لأنه مكتوب وفرح كل يهوذا من أجل الحلف، لأنهم حلفوا بكل قلوبهم وطلبوا بكل رضاهم فوجد لهم وأرحم الرب من كل جهة. أشكرك يا رب لأنه أنت تيجي تفرح كل العيلة ديت لأن هم عايزينك من قلبهم. ارفع إيمان أخواتي يا رب، ارفع إيمان العيلة ديت كلها أنه أنت عايزهم يكونوا بيعرفوك. أشكرك لأنك تملى حياتهم فرح، تملى حياتهم راحة، تملى حياتهم حب، وتملى حياتهم سلام بشفاعة دمك المسفوك على الصليب، بشفاعة صلوات كل قدسيك. أشكرك يا رب لأنك تعظم العمل معهم. أمين أمين. مكتوب أنه الشعب الجالس في الظلمة أبصر نور عظيم، فرح الشعب لما شاف النور لأن النور يبهج، النور أقوى من الظلمة. أمين. صلاة من أجل رضا الرب يعطيها نسل، وصلاة من أجل هناء ونجيب للإنجاب، تفضل دكتور. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. بشكرك يا رب لأنك أنت قلت كده، اسألوا وتعطوا، اطلبوا وتجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يا رب يسوع، أختي اللي بتطلب إنجاب أو بتطلب ذرية صالحة ليها، أنت تستطيع كل شيء. زي كده ما حنا أم صمويل لما سكبت قلبها قدام الهيكل وصرخت إليك وعدتها
ان يكون لها نسل، واعطيتها اعظم نسل. يا رب يسوع بحط اختي في ايديك، لانك قلت كده اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، هذه كلها تزاد لكم. انت مفرح ومبهج في عطائك، ليس حسب تفكيرنا احنا، لكن حسب تفكيرك انت، وحسب قوتك انت، وحسب سلطانك انت، وحسب قدرتك انت. يمكن احنا بنفكر في جهة معينة، لكن انت تفكيرك يفوق تفكيرنا، وطلبتك لينا تفوق طلبتنا، وعطاياك لينا تفوق عطايانا. يا رب يسوع بحط اختي في ايديك، املأ قلبها بالثقة فيك، املأ قلبها بالرضا عليك، قربها منك، متعها بأحضانك، اديها الحب الحقيقي من عندك، فترى النور وترى الحياة معاك يا رب، في اسم يسوع. سلطانك غير محدود وحلولك غير محدودة، أنت تستطيع أن تعطيها نسل يكون من إيدك أنت، في اسم يسوع بحطها في إيديك يا رب، وأنت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. أمين. النهاردة وإحنا بنتكلم عن مولود أعمى، دي معجزة خلق، يعني دي ما كانش عنده عينين. وإحنا النهاردة بنصلي لرضا وحناء ونجيب. يعني برضو لما كان موضوع سارة وإبراهيم، سارة قالت سيدي كتشاخ وأنا كبرت في السن، لكن يجي الكتاب المقدس يقول حاجة جميلة جدا. نتكلم عن إيمان أبونا إبراهيم وأمنا سارة، ولا من ماتيت مستودع سارة، يعني خلاص. لكن يجي الكتاب ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. لا فرق. لا فرق عنده. أنا بشجع بس أحبنا رضا وهناء ونجيب وكل اللي يعني ليهم طلبة مماثلة بالنسبة وتعدى عليهم. الزمن طول. لكن الله يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. لكن كان السر في أنه تقوى أبونا إبراهيم بالإيمان. وحسب أن الذي وعد هو أمين. فنحن نتقوى بالإيمان، وإحنا بنتكلم بالكلام ده ونجيب الآيات من الكتاب المقدس، المواقف من الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس بسراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. فأنا بتبقى فيه غشاوة وفيه أفكار مغلوطة وفيه زحمة مخاوف وإحساس باليأس، يجي كلمة ربنا تنور، سراج لرجل كلامك ونوري ونور لسبيلي، وأنا ماشي في السكة دي، سكة الانتظار وسكة ربنا يبعت، أنا في السكة دي معايا نور. سراج كلمة الله. يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. إحنا لينا واقع تاني، ويتمسك كل أحبانا اللي في الموقف ده بالكلام ده. أمين. أمين. فلينا واقع تاني. أمين. ما نفضلش محصورين في واقع اللي بيقوله الأرض واللي بيقوله الطب واللي بيقوله الناس، لكن لينا واقع اللي بيقوله الله. أمين. صلى من أجل أخونا نبيل، عنده دور شديد، دور برد شديد وحرارته مرتفعة وتعبان. نطلب نعمة وشفاء لأخونا والرب يقويه ويشدده. تفضل يا مشمت. أبونا السبب نشكرك ونبارك اسمك، نصلي لأجلنا لابنك يا رب نعمة معنا، زي ما مكتوب كده نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يا رب ارسل نعمة وسلام لابنك يا رب. نبارك اسمك من أجل يا رب حمايتك لي، نبارك اسمك من أجل تعاملات خاصة، من أجل رفعة، من أجل أنك تحمل ابنك، من أجل أنك أنت يا رب زي ما مكتوب ملاك حضرته خلصوا، ملاك حضرته خلصوا. بنصلي من أجل ملاك حضرتك يا رب، ملائكة تحيط بابنك لأجل خلاصه، لأجل إنقاذه، لأجل يا رب أنك محمول يا رب. نعم يا رب بشكرك لأجل أنك أنت تحمل ابنك يا رب. نعم ترسل ملائكتك يا رب للحماية، والعدو لا يقرب منه، والمرض يا رب والأذى والضرر الله يقرب منه. أشكرك لأجل يا رب معسكر قديسين يحيطوا بنبيل يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. أشكرك من أجل عينين مرفوعة
وقلب واثق وسلام يملى القلب. نعم، وصلوات من قلب تخرج مشفوعة بالروح القدس بيقين الإيمان في حمايته ورعايته. كل الكرامة ليك والمجد ليك من أجل ملائكتك، لأنه مكتوب ملائك الرب حول خائفيه وينجيهم. بشكرك. نعم، مبارك اسمك. احنا بنوصي ملائكتك النهاردة لأجل ابنك، يحيطوا بيه ويتعافى سريعا. كل الكرامة والمجد ليك لأنك صالح وللأبد رحمتك. أمين أمين أمين. وتنبت صحتك سريعا يا أخونا. صلاة من أجل سماح الرب يشفيها من الكانسر، وصلاة من أجل أميرة كانت عاملة زرع كلى واكتشفت أن عندها كانسر، الرب يلمسها لمسة شفاء. وصلاة من أجل نجوى الرب يشفيها من الكانسر. أختنا تهاني هتشاركنا الصلاة، تفضل يا تهاني. بسم الأب الرب وحدك أنت صانع السماوات والأرض، نباركك ونعليك ونرفعك، بنعلن أنك أنت الإله القدير الصانع العجائب وحدك، قادر أنك تلمس إخواتنا يا رب بقوة شفاء من الكانسر. يا رب احنا بنضع إخواتنا سماح وأميرة ونجوى يا رب بين إيديك، ونثق في مراحمك العظيمة، نثق في أنك تخرج منك قوة شفاء لأولادك يا رب، قادر أنك تحول كل شر لخيرهم، وتحول كل لعنة يا رب البركة، تخرج من كل الأمور الصعبة يا رب، معرفة وقرب حقيقي من شخصك. أشكرك لأجل كل إعلانات عن محبتك يا رب يكون في الوقت الضيق وفي وقت التعب. أشكرك يا رب فعلا لأجل يشوفوك أنت الملجأ وأنت الحصن وأنت اللي بيترموا عليك يا رب في وقت تعبهم. أشكرك من أجل كل وقت قرب يشعروا بيك أنك أقرب ليهم من أي شخص آخر. رب احنا بنضع اخواتنا رب بين ايديك، وبنسلمهم لك رب، وبنثق في شفائك ليهم، لانك انت قادر يا رب ولا يعثر عليك امر، مع شفاعات وطلبات كل القديسين لكل مجد وكرامة. امين 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 امين. اسم الرب برج حصين، نركض اليه ونتمنع في اسم يسوع. بنت الرب إنا زوجها محبوس في الكويت من 7 سنين، طالبة صلاة من أجله، وابنها عامل حادثة من 8 شهور وبيعمل علاج طبيعي وبتطلب صلاة من أجله. تفضل دكتور مرقص. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. نعم بنشكرك يا رب لأنك أنت في وسط الأحداث مش بعيد، ويقول عبدك كده ويتكل عليك العارفون اسمك، ويتكل عليك العارفون اسمك إلى الأبد يهتفون وتظللهم. يا رب أنت ليك في الموت مخارج، وليك في الحبس طرقك الخاصة. يا رب بحط أخويا اللي محبوس، انت تمتعه بصلة معاك، تمتعه بقوة وياك، تفتح عينيه فيشوف السماء وهو في السجن، زي كده ما اخدت يوحنا وهو كان منفي ووريته السماء، ووريته الرؤية العجيبة، ووريته ما سيحدث فيما بعد. يا هناه اللي يرفع عينيه ليك يا رب، ويا سعده اللي يرفع قلبه ليك يا رب في وسط الضيق، لأن مكتوب كده في ضيق، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. بعظمك لأنك مش بعيد بل قريب وأقرب من الهوى لينا. بعظمك بعظمك بعظمك، لأن مكتوب أيضا كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بعظمك بعظمك يا رب. افتح عين أخويا اللي محبوس عليك، وافتح عين أختي اللي بتطلب هذه الطلبة عشان تنقذ زوجها منها. يا رب أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر في اسم يسوع. آمين. احنا بنطلب يا رب.
واحنا بنثق ان عينيك شايفه واذنيك سامعه تسمع صراخ المسكين، فتاتي بقوه من السماء، فتاتي بقوه من السماء، وحلولك كثيره، حلولك كثيره في اسم يسوع. بنثق يا رب انك بتستجيب لكل انا وكل طلبه توجه اليك. انت قلت كده: الى الان لم تطلبوا شيئا، اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا. انا بشجع اختي وبقول لها: الباب مفتوح قدامك، والايمان مفتوح قدامك، والله بكل خيره يجي ويرد كل سبي ويرد كل مسروق، لأن عنده الكثير وعنده القوة وعنده السلطان أنه يفعل أكثر جدا مما نطلب. أو نفتكر في اسمك يا رب، استجيب لكل طلبة وليك كل مجد. آمين. آمين يا رب. بنرفع كمان ابنها اللي من 8 شهور عمل حادثة وبيعمل علاج طبيعي، وطالبة نصلي علشانه. يا رب عندك كثرة الهموم في داخلي، تعزيتك تلذذ يا رب. إن كانت الدنيا قافلة يا رب كده من كل ناحية، بس أنت تيجي في الوقت دوت وتطيب القلب. يا رب أشكرك لأنه ابنها يكون بيشوفك في الوقت دوت، أشكرك لأنه تكون عينه بتتفتح على شخصك، يكون بيشوف قد إيه أنت إله صالح، قد إيه أنت إله محب، قد إيه أنت اديت له حياة جديدة، إنك أنقذته من الحادثة. يا رب أنا بباركك، بباركك من أجل إعلانات جديدة تكون بتيجي على حياة ابنها. يا رب أشكرك لأنك تكون بتتمم كل مشيئتك الصالحة الكاملة المرضية في حياته. يا رب اديله إنه يكون بيفتح قلبه ليك ويكون بيستقبلك يا رب ملك، علشان يكون بيشوفك يا رب ويكون بياخد كل الخير اللي ليه عندك، لأنك عايز تيجي يا رب بفرح بسلام بحياة، لأن أنت قلت كده: أتيت لتكون ليهم حياة ويكون ليهم أفضل. ليك يا رب كل المجد. أمين. ممكن نتبارك بترنيمة والدي؟ عايز أشهد زي ما المولود أعمى عمل عمل كده. أيوة. نقول برضو معاه: عايز أشهد عنك لكل الأكوان، أشهد عن عمل نعمتك في حياتي، أشهد عن عمل خلاصك وفدائك لينا. مبارك اسمك يا رب. عايز أشهد عنك كل الأكوان، بأمانتك ثابتة طول الزمان. عايز أشهد عنك بأمانتك ثابتة طول الزمان، جودك إحسانك وطاني كمان، ولا ليا إله وسط أنين راعي حنان. بهتف لك ربي وأغني لك وأرفع أناشيد، ده الخير يتبعني في أيامي وأفرح بتزيد، وأنا واثق إنك هتحقق كل المواعيد، وتغلب هواجس أعدائي وبصحب أكيد، وبنصرة هغني وسط الأزمات، ده إلهي رفعني فوق الصعوبات، وبنصرة هغني وسط الأزمات، ده إلهي رفعني فوق الصعوبات، صامت نستني تنتهي ألمات، والوعد ضامني مسندني واقف بثبات. بهتف لك ربي وغني لك وارفع أناشيد، ده الخير يتبعني في أيامي وأفرح بتزيد، وأنا واثق إنك هتحقق كل المواعيد، وبقلب هواجم أعدائي وبصحب أكيد، وصليبك رايتي أسطر
في دماغ من أي شكاية منصر في حماك وصليبك رايدي أسطر في دماغ من أي شكاية منصر في حماك والدين متسد وفيته هناك بذبيحة رفعت علشاني وشملني فداك بهتف لك ربي واغني لك وارفع نشيد دكني يتبعني في ايامي وافرح بتزيد وانا واثق منك هتحقق كل المواعيد وبغنم هواجم اعدائي وبصحبة اكيد برفع لك ربي ايدي باجلال فرحان وبرهن مرتاح البال برفع لك ربي ايدي باجلال فرحان وبرهن مرتاح البال وسلام يملاني في كل الاحوال حولني دموعي واحزاني لفرح وانغام بهتف لك ربي واغني لك وارفع نشيد ده الخير يتبعني في ايام افرح بتزيد وانا واثق منك هتحقق كل المواعيد وبخلق هواك اعدائي وبصحبة اكيد وبخلق هواك اعدائي وبصحبة اكيد. امين امين. مبهجة مفرحة جدا وهي صلاة ويعني مضمونها اني اما انا فافرح بالرب الهي وابتهج باله خلاصي في كل الظروف في كل اوقات هو يجعل اقدامنا كالايائل تمشي فوق المرتفعات. امين امين امين. صلاة من اجل جوليانا عندها كانسر وصلاة من اجل زوجها يبطل السجاير. تفضل يا مرس. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب مكتوب عنك يا رب إنك كنت تقول تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أيوة أنت قوتك يا رب أقوى من كل مخططات إبليس وسلطانك يا رب أقوى من كل سلطان لإبليس وأنت تستطيع أن تخرج من الحبس حياتي يا رب يسوع. أنا بحط أختي دي والمرض اللي عندها يمكن الناس تقول السرطان ده صعب ويمكن يقولوا ما لهوش حل لكن انت فين والمرض ده قدامك ايه؟ ده دانيال صرخ وقال للملك عش ايها الملك الهي ارسل ملاكه. الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. انت ترسل ملائكتك يا رب وتنزع كل اورام سرطانيه اللي بتشكي بيها اختي. تستطيع ان تفرح القلب تستطيع ان تبهج النفس بلمستك الحيه. لما لمستك نزفت الدم قلت قوه خرجت مني. يا رب أنا بطلب إن قوة تخرج منك الآن وتتجه إلى هذه الشكوى وإلى هذا المرض لأنك أنت قادر وتستطيع كل شيء. بنوجه طلبتنا إليك يا رب وزي ما قال الكتاب كده إليك يأتي كل بشر.
يا سامع الصلاة. تعالى يا رب بقوتك وتعالى بسلطانك وفرح أختي، لأن عندك شبع سرور في يمينك، نعم تدوم إلى الأبد. أنت حي وأنت قادر وتستطيع كل شيء. نحن لا نطيل الطلبة، ولكن نثق أنك أنت تستطيع كل شيء. أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب. أمين 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 أمين. نثق يا رب أن عندك قوة تحرير لزوجها من السجاير. صلى من أجل أبو سمير، ربنا يبعت له شغل ويدي سلام للبيت. أختنا إيمان هتشاركنا الصلاة، تفضل يا إيمان. نأتي إليك يا إلهنا القدير، لأنه مكتوب كده: قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. مصدقين يا رب كلمتك تفتح باب شغل لأخونا. ساعدنا يا رب نرفع عينينا عليك حسب المكتوب: رفعت عيني إلى الجبال من حضرتك يا عوني. أنت يا رب معونتنا وسندنا، أنت أبونا يا رب السماوي، تعلم ما تحتاج إليه ما نحتاج إليه يا رب. بصلي من أجل سلام البيت، نطلب وجودك يا رب في البيت، لأنه كافي أنه يملاه سلام وطمأنينة. أنت دخلت لتلاميذك أبونا نطلب مسيح يسوع تحقق وعدك يا رب. أمين أعطيكم. أمين أمين أمين. صلاة من أجل شفاء لزوجي أشرف من الضغط والسكر، وشفاء لعينيه من الارتشاح وحماية لقلبه. تفضل يا نشأت. أمين. أبونا السماء بنشكرك ونبارك اسمك لأجل أنك أنت إله صالح والأبد رحمتك. استودع ابنك من إيديك أشرف لكل أوجاعه وكل أمراضه. أشكرك أنت لما رأيت الجموع يقول يسوع تحنن، تحنن يسوع وشفى مرضاهم. مبارك اسمك يا رب، ادينا اليقين انك انت هو امس واليوم الى الابد. ادينا اليقين لما انت قلت ابي يعمل وانا اعمل حتى الان. ادينا اليقين في شخصك وافتح عينينا عليك يا رب، وادينا نشوف ان احنا مش لوحدنا وان الذين معنا اكثر من الذين معهم. نعم يا رب معهم يد بشر، لكن احنا معانا ذراع الرب. فضلك يا رب، من فضلك يا رب يا رب، إذا كانت الأوجاع والأمراض والأزمات بتضعفنا وتخلي الإيمان يهرب من قلوبنا، أنا بسألك سند لابنك يا رب، معونة لابنك يا رب، ونعمة لابنك يا رب، ورفعت عين ورفعت قلب عليك يا رب عشان يتشدد بيك يا رب، ويؤمن بيك ويثق في شخصك ويثق في محبتك، يثق في يا رب مشيئتك الصالحة لحياتي، يثق في إرادتك المباركة إنك أنت يا رب تشفي وتحرر وتخلص وتبعد عن كتف حمله يا رب، عن كتفه عن الأحمال يا رب. مبارك اسمك يا سيدنا الرب، المس كل تعب والمس كل مرض، وتعالى زور زيارة لابنك يا رب، زيارة شفاء وزيارة خلاص وزيارة نعمة. نعم محتاجينك سند لينا ومتكل، لا نرى إلا سواك يا رب. نعم زي ما قال لك عبدك: لم ترى عين الإله غيرك يصنع لمن ينتظره. احمي ابنك يا رب، ودي له نعمة ودي له معونة للاحتمال، ودي له إيمان يا رب من عندك، ودي له ثقة في شخصك في محبتك في شفائك يا رب. ليس لنا إله سواك، هو الذي نطلب يا رب. ادي نعمة لابنك يطلبك وحدك يا سيدنا الرب يا رب، يتشدد بيك ويتقوى بيك ويتقوى أيضا بالإيمان. مبارك اسمك، كل الكرامة والمجد ليك. أمين 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 في اسم يسوع. بنت الرب طالبة صلاة لأن الأمور المادية ضغطة جدا عليها، وصلاة لأن بنتها بتاخد أدوار برد وبتسخن كتير جدا. تفضل. بسم الله والابن والروح القدس إلى واحد أمين. بنشكرك يا رب وبنعظمك لأنك إله حي. بحط إخواتي في إيديك يا رب، وبثق
وبثق انك تريد ان احنا نرتاح، لانك قلت كده تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا ارحم. انت اللي قلت الكلام ده امس وانت بتقوله النهارده، لانك انت امس واليوم والى الابد، لا تغيير فيك ولا زر لدوران. وانت اللي ما ترجعش في عهودك، وانت اللي ما ترجعش في كلمتك، انت حي والى الابد رحمتك. بحط اخواتي في ايديك يا رب، كل متعب ليه فيك راحة، كل مريض ليه فيك شفاء، كل خاطي ليه فيك تبرير، لانك اخذت كل ما لينا واعطيتنا كل ما ليك. ليك المجد، ليك القوة، ليك السلطان، مين يتحملنا غيرك؟ ومين يشيل ألمنا غيرك؟ ومين يمد إيديه بالشفا غيرك؟ أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. يا رب بنصلي إنك تشيل كل الأحمال عن ولادك، تمتع الكل بحرية من عندك. أنت اللي قلت كده إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. الحرية هي عندك، حرية من المرض، حرية من الخطية، حرية من الآلام، حرية من الأمراض. أنت صالح، أنت صالح، لكن بتطلب منا ثقة فيك. وعودك صالحة وأمينة وتظل معنا وأنت لا تتركنا. انت بتتضايق لضيقتنا وبتحزن لتعبنا، وانت شايف الكل يا رب، وفاتح قدامنا ابواب، فاتح قدامنا ابواب علشان نلجأ اليك. عشان نعرفك المعرفة الحقيقية، علشان نشوفك وتتمتع بيك قلوبنا. عشان كده قال عبدك جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وتهللت نفسي. أشكرك لأنك أنت اللي تفرح، وأنت اللي تبهج، وأنت اللي تدي حياة. كل شكوى من إخواتي أنت قادر على حلها، وليك سلطان لحلها. افتح قلوبنا للإيمان بيك والثقة فيك. ده انت قلت شعبك 40 سنة يا رب، 40 سنة تعولهم أكل وشرب وكسوة، وقلت كده اذكر يا إسرائيل إجادة الرب معك. نور عيون إخواتي لإحساناتك وبركاتك ونعمك، لأنك صالح، لأنك صالح. مفيش زيك، مفيش زيك يحن علينا ويملانا، ويملانا بركات وأفراح. بحط الكل في إيديك يا رب، وكل من دي شكوى أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك. امين امين امين. إيه احنا عشان الوقت هناخد الطلبات مجمعه وهتصلي في الاخر في عجاله بقى يا نشأة. صلاة من أجل عبد المسيح ربنا يغير حياته، ومن أجل كرولوس ربنا يشفيه من الإكزيما، وصلاة من أجل والدتهم نفسيتها تعبانة خاصة بعد موت الأب. الرجاء اذكروا أولادي في الصلاة، وليد ومينا الرب يحررهم ويدبر أمرهم.
صلاة من أجل جون تتفتح عيني على الرب يرجع من طريقه ويميل بكل قلبه لربنا ويشوفه، والرب يرسل ليه معونة وسندة وينجحه في حياته ومشروعه ويفرح يفرح بالرب إلهه وتتغير حياته في اسم يسوع. صلاة من أجل جورج ورم حميد في العظم، تلبت صلاة لوفاء، عاملة عملية وليها يومين في المستشفى حالتها مش بتتحسن، الدكاترة مش عارفين السبب. صلاة من أجل روماني فارس أنه يعرف الرب، تلبت صلاة من أجل ملاك بقاله فترة مش لاقي شغل وعنده أزمات مالية بسبب كده، الرب يفتح باب رزق. صلاة من أجل أمير في ألمانيا هيعمل عملية في القلب، صلاة ربنا يتمجد ويقوم بالسلامة. بركة صيام القيامة تكون معكم، أرجو صلاة من أجل بنتي إيريني ربنا يرزقها بالإنسان الصالح. نعمة وسلام صلوا لأجل أندرو جمال لكي يوفقوا الرب في عمل. أمين. شكرك ونبارك اسمك، جايين نصلي لك أبونا السماوي لأجل كل طلبة صرخين إليك معهم يا رب. نعم. وأنت تسمع الصلوات لأنك إله أمين وصالح والأبد، رحمتك صرخوا إليك في ضيقهم فخلصتهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وزلال الموت وقطع قيودهم. مبارك اسمك يا أشكرك لأنك أنت تقطع كل القيود وتخرج عبيدك من الظلمة وزلال الموت إلى نورك، إلى رحب لا حصر فيه. بشكرك لأن كل طلبة قالت أمامك هي مكتوبة وأنت لا تنسى. أشكرك ولا تترك أحد يا رب، نستودعهم بالكامل بين إيديك. كل الكرامة والمجد ليك من أجل أمانتك واستجابتك، كل الكرامة والمجد ليك من الآن أبد. أمين. أمين. بشكركم جدا، بشكرك دكتور مرقص، بشكرك يا واجد، بشكرك يا نشأت. أروع شيء في المولود أعمى أنه كان قلبه مليان بالرضا وعرف يكون بيشهد عن إلهه، وفي الآخر قال كنت أعمى والآن أبصر. دي فرصة أنه يكون لينا النهاردة، أنه كل حد مر بظروف زي اللي مولود أعمى يجي في الآخر يقول كنت أعمى والآن أبصر. ربنا معي.